نروح بقى للصحافة الرياضية يا حضرات ونتعرف سوا على أهم المانشيتات الموجودة في مختلف الصحف والمواقع الرياضية. معانا عبر سكايب الأستاذ صبري سراج الناقد الرياضي، وسيقرأ معنا مشكورا أبرز عناوين الصحف. يا صباح الخيرات على حضرتك يا أستاذ صبري، وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل يا أستاذ كريم، وصباح الفل يا نهاوند، وكل سنة وانتم طيبين وكل الأهلاوية بخير، ويا رب تبقى سنة حلوة علينا كلنا إن شاء الله. صباح الخير يا كريم، عفوا يا صبري، وكل التوفيق ليك يا رب، وسنة كده تبقى سعيدة علينا وعلى النادي الأهلي كمان بقى. اللهم آمين. يا رب. هنبتدي معاك باليوم السابع لو تسمح لنا يا أستاذ صبري، والعنوان فيه بيقول قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وطبعا ما فيش ذرة شك إن ده هيكون ماتش تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمة. كيف ترى الصورة كاملة في هذه النسخة من الدوري الإسباني؟ طبعا الدوري الاسباني السنه دي في منافسه شرسه ما كانتش متوقعه قوي ما بين برشلونه اللي كان بيمر بفتره صعبه قبل الموسم ده ما يبدا، وريال مدريد المنتشي بالبطولات دائما. اتفاجئنا بنسخه كويسه جدا محليه لبرشلونه بعكس تواجدهم في دوري الابطال، انما اللي حصل في الدوري الاسباني ان هم قدموا نسخه كويسه جدا وبتتطور. هم دلوقتي المتصدرين بفرق الاهداف، النهارده لو حققوا الفوز على اتلتيكو مدريد هيكونوا هينفردوا بالصداره بفرق 3 نقط عن ريال مدريد اللي خسر امبارح. فاعتقد ان هي مباراه يعني هتبقى صعبه جدا على برشلونه، لان خصوصا ان عندهم غيابات مهمه، ليفاندوفسكي موقوف وده اهم عنصر هجومي في تشكيله برشلونه فمش هيكون متواجد النهارده، خوردي البا كمان مش هيكون موجود، بيلعب اتلتيكو مدريد الصعوبه، لكن الفوز بيها هيدي مش بس ثلاث نقاط وافضليه في الترتيب لبرشلونه، لكن كمان هيدي ثقه كبيره جدا ان الفريق قادر يفوز في اي وقت وعلى اي منافس مهما كانت صعوبته برغم الغيابات. فانا اعتقد ان برشلونه النهارده هيبقى نازل وعنده عوامل مهمه هو بيشتغل عليها او حابب ياكدها، لان فوزه النهارده انا بشوف ان هو مش ما اقدرش اقول على مستوى النقط ان هو هيقربه من الدوري الاسباني، انما هيديله دفعه قويه جدا بعكس اي نتيجه تانيه. لو تعادل فاحنا ماشيين زي ما احنا، خساره مش هتبقى شيء لطيف بالنسبه لهم لان هم هيفضلوا بنفس عدد النقاط مع ريال مدريد، انما الفوز النهارده هيعني ان هم هيتصدروا بفارق 3 نقط، هيعني ان هم بيقدموا نسخه قويه من برشلونه وبيستعيدوا شخصيه وهويه النادي اللي يقدر يحقق الفوز في اي ظروف بتواجهه يعني، ودي طبعا سمات الفريق البطل. الناحيه الثانيه اتلتيكو مدريد فرقه ده احنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكر في ان هم عندهم تارجت معين بيشتغلوا عليه، التارجت ده ان هم يكونوا موجودين دايما في التوب فور يعني، فهم دلوقتي في الحقيقه في الموسم ده فيها شويه تراجع يعني، لما يخسر 4 ماتشات من 15 في اول 15 ماتش في الدوري دي حاجه مش معتاده قوي على فريق زي اتلتيكو، لكن النتائج اخيرا تحسنت سواء في الدوري او في الكاس، فهم برضو على الطريق وحابين ياكدوا ان هم انتعشوا ان هم قادرين ان هم ينهوا الموسم بشكل كويس. فالنهارده احنا متوقعين طبعا ان يكون ماتش كبير جدا وممتع. طيب صبري هنروح معاك سريعا كمان، احنا معانا خبرين كمان، خلينا نبدا بيه يلا كوره. المانشيت كالاتي: اللجوء للاعاده طبعا الماتش امبارح بين ليفربول وولفز كانت حاجه غريبه شويه، بتكلم هنا بكاس الاتحاد الانجليزي، والمباراه كان فيها يعني اخطاء كارثيه لو انت تتفق معايا بالامس، كان كمان تحديدا من حارس ليفربول. شفت الماتش ازاي وتعليقك او تقييمك لهذه الاخطاء الكارثيه اللي اطلقت عليها فعلا كارثيه؟ اتفضل. هو ماتش غريب جدا الحقيقه، اليسون بيكر اخطا طبعا خطأين غير اعتياديين بالنسبه له، حارس من افضل حراس العالم، لكن الحقيقه ان هو بعد الهدفين اللي سكنوا برماه بالشكل ده الحقيقه اظهر شخصيه قويه وكان موجود وحاضر بقوه في بقيه المباراه، وقدر ان هو يتعامل مع الكرات اللي جات له بعد كده بشكل مميز جدا. الاخطاء ما كانتش بس الحقيقه من اليسون، انما كان في اخطاء كتير في نص الملعب وفي خط الدفاع، وكان في لعيبه بتتزحلق على وشها كتير، وشفنا يعني احنا ضحكنا كتير والمباراه شغاله. دي حقيقة. الولفز كمان قدموا مباراه بالنسبه لهم طبعا كبيره جدا، حققوا نتيجه قويه، امادا تراوري واللاعب اللي هو الكوري الجنوبي انا الحقيقه مش متذكر اسمه، انما قدموا لقاء كبير. السنه دي ليفربول بيعاني جدا من بدايه الموسم،
ما اعرفش الموسم معاهم ممكن ينتهي بشكل عام ازاي. الحقيقه كل ما نقول ان الفرقه تلعب ماتش كويس ونقول خلاص هيبداوا يفوقوا، تلاقي هزيمه بعدها او تعادل مخيب، فان نتائج مهتزه جدا في ليفربول. طبعا هم عندهم نقص كبير في السكواد، وما عندهمش فرصه ان هم يتعافوا هو يسيبوا حد. الكونكشن وحش ولا انا للاسف. بتهيألي بالظبط كده. يعني صبري النتورك او في حاجه في الكونكشن مش افضل شيء شويه، صوتك بيقطع الكل حال. لا هو علق ولا ايه؟ لا ولا لا انت لا معانا؟ لسه معايا. طيب صبري يعني حاول كده. للاسف خلاص احنا مش هناخد اخر خبر، بس خلينا نختم معاك بالخبر ده، يعني ان شاء الله نعرف نختم. اتفضل. انا سامعكم كويس جدا بالمناسبه. طيب احنا اللي عندنا ممكن فكنت مشكله، بتكلم، الكونكشن كنت بتكلم ان من ناحيتنا ليفربول احنا مش يعني مش اظبط حاجه مدينا للاسف، مش عارفين اشاره السنه نساعد دي هو بشكل كويس. هيكمل الموسم ازاي. نتائج ايوه مهتزه اتفضل. جدا. كنت بقول ان ليفربول مش مدينا اشاره السنه دي هو هيكمل الموسم ازاي. يعني كل ما يقدم مباراه كويسه ونقول الفريق بدا يدخل على الطريق الصحيح، يحصل تراجع جدا حتى على صحيح. مستوى السكواد نفسه. اصابات كتير، الناس تعشمت جدا بجاكبو، قالوا ان هو هيمثل اضافه كبيره لليفربول والنتائج هتبدا تتحسن، فهو بيخسروا فان دايك لمده شهر على الاقل، ودي كارثه دفاعيه كبيره بالنسبه لليفربول. فالحقيقه الظروف مش مساعداهم، والفرقه النتائج بتاعتها مهتزه، فمحدش قادر يقرا ليفربول هيفنش الموسم ده ازاي. احنا نتمنى ان هو يتجاوز المرحله دي عشان خاطر نجمنا محمد صلاح، صح. عشان خاطر ليفربول يحقق من الفرق الكبيره والعظيمه يعني. ف يعني هيبقى شيء كويس جدا لو ليفربول انهى الموسم في التوب فور، ده هيبقى انجاز الحقيقه على المستوى اللي هم بيقدموه دلوقتي، او النتائج كمان مش مساعداهم. فلو هو لو انهوا الموسم في التوب فور دي هتبقى انجاز عظيم بالنسبه لهم. يعني المباراه الاعاده ما بينهم ما بين وولفز هتبقى اقوى من الماتش اللي احنا شفناه امبارح، لان وولفز هيبقى عندهم فرصه اكبر او عندهم حماس اكبر ان هم يحققوا نتيجه افضل قدام ليفربول. ليفربول هينزل برضه هناك بالتشكيل الاساسي، واظن ليفربول اي بطوله تانية بخلاف الدوري هيلعب فيها بالتشكيل الاساسي، لانه هيبقى شيء قاسي جدا ان هم يطلعوا بموسم صفري. يعني دي جميل. حقيقة، دي حقيقة. هو للأسف بس عشان الكونكشن مش أظبط حاجة، فمش هينفع نكمل معاك الأسئلة قوي، بس بنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهاردة. جزيل الشكر الناقد الرياضي الأستاذ صبري سراج، شكرا على هذه المداخلة عبر سكايب. طيب